اهلا وسهلا. لا كونتيتي اللي غادي نستعمل انايا غادي تخرج ليا جوج ديال لي جينواز اولا جوج ديال الكيكات. غادي نفرغ نقسمهم على جوج. دونك غادي نخدموا الكيكه في الميكسور ومن بعد ندوزو باش نصاوبوا لا كريم شونتيي نطلعوها. بعد ما حركنا المكونات كامله كنقسموا العجين ديالنا على جوج سلايف ومن بعد ندوزو باش نطيبوهم في المقله. كناخذوا بابي كويسون نقطعوه على شكل دائري باش ما يلصقش لنا الكيك ديالنا في المقله ونحطوه في المقله بشكل مقاد مزيان باش ما تخرج لنا العجين من الجناب ونغطيو المقله ديالنا بواحد السيرفييت عاد نديرو الغطاء باش ما يفزكش لنا الغطاء ويبدا يقطر على الكيك. نطلعوا لا كريم شونتيي ديالنا بكاس الحليب كبير بارد نورمالمون بالعبار ديال العنبه جوج كيسان ولا بالكاس العادي هكا الكبير كاس واحد ونضيفوا عليه من بعد فاش نطلعوا لا كريم هاد الخنشات الكاكاو باش تعطينا اللون البني ومذاق زوين ومعلقه ولا جوج معالق ديال سنيده على حسب نتوما شحال كتبغيو السكر. من بعد ما كدوز 10 دقائق كنقلبوا الكيكه ديالنا اون فوا كنقيسوها وما لقاوهاش معجنه دونك صافي راه كطيب و سي بون. كن دابا نطلعوا لا كريم شانتيي كما كتشوفوا سهله بزاف الطريقه ديالها من الباتور حتى كتولي هكا على شكل نيج ونضيفوا عليها الكاكاو والسكر ونبقاو نحركوا بالسباتول مزيان. من بعد ما كنحركوا المكونات كامله كنخليوها في الثلاجه حتى تبرد وايضا لا جينواز اللي صوبناها حتى هي نحطوها في الثلاجه تبرد. من بعد ما كنخرجوها من بعد الكيكه بيان سور خصنا نسقيوها اما بالحليب اما بالماء والسكر اولا الماء والنسكافيه اللي بغيتو. كما كتشوفوا هي ما كتجيش طالعه بزاف حيت غير في المقله ولا بغيتوها تنفخ اكثر فكتضيفوا واحد المعلقه ديال الخل مع البيض في الاول فاش كنكونوا كنحركوا المكونات كامله. بالنسبه للغناش كنستعملوا كاس الحليب كبير مع معلقه كبيره ديال النشا مع معلقه كبيره ديال الكاكاو اولا ديروا الخنيشه كامله والصوص ديال العنبه ديال السكر اولا السكر كلاصي اللي متوفر عندكم. نحركوا المكونات مزيان حتى تندمج بعضياتها عاد نحطوها فوق النار ونبقاو نحركوا مزيان باش ديك النشا ما تشكلش لنا حبيبات. من بعد كنخرجوا الكيك ديالنا ولا كريم شانتيي من الثلاجه ونبداو المونتاج ديال الكيك ديالنا. بعد كنكبوا ديك لاص الشوكولا اللي صوبنا ونديكوريو باللي متوفر عندكم في الدار ونعاودو ندخلوها شويه للفريكو حتى تشد راسها وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ندخل عليكم هاد السنه هادي السنه الجديده بالصحه والسلامه وكاع اللي كتمنوا ان شاء الله ويحفظ لكم الاحباب ديالكم والعائلات ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك كيف العاده. كنشكركم بزاف الى فيديو قادم ان شاء الله.